مرحبا، معكم هدى نصر الله. نشاطنا اليوم رح يكون اسمه ثقبي، وهو نشاط بيساعد على تعزيز الاحترام بين المجموعة والثقة بالنفس. لتنفيذ هذا النشاط احنا بحاجة لكرة فقط. قبل البدء بتنفيذ هذا النشاط بيطلب الميسر من المشاركين ان هم يختاروا قائد يمثل هاي المجموعة. بعد هيك بيطلب منهم هم يوقفوا بدائرة وايديهم مشبوكة خلف ظهرهم. بيوقف القائد في نص المجموعة وبيقوم برمي الكرة بشكل عشوائي على مشترك مختلف في كل مرة. يتم الإمساك في الكرة إذا تم رميها للمشترك، لكن إذا أخفق في الإمساك في الكرة أو أنه أظهر إيديه قبل ما الكرة توصل له لازم يجلس، وهكذا بتستمر اللعبة لحتى يضل آخر واحد واقف بتبادل دوره مع القائد. ممكن أيضاً إجراء هذا التمرين بطريقة تانية، إنه بدل ما أطلب منهم هم يشبكوا إيديهم وراء ظهرهم إنهم هم يغمضوا عيونهم، وهيك بقوم القائد برمي الكرة مباشرة إلى المشترك بعد ذكر اسمه. في حال عدم توافر الأدوات الموجودة في التمرين تقدروا استبدلوها بأي أداة موجودة في البيت. نحب نذكركم إنكم أنتوا تمارسوا هاي الأنشطة في البيت وتبتعدوا عن التجمعات وتلتزموا بشروط الصحة والسلامة. كتير استمتعنا معكم اليوم وكتير متحمسين نشوف كيف رح تطبقوا هاي الأنشطة مع عائلاتكم، علشان هيك بنحب نذكركم انه تشاركونا بتطبيقكم لهاي الأنشطة وانتظرونا بنشاط رياضي جديد قريباً.